أسعد الله صباحكم أصدقائي الصغار، وأنار الله دربكم بالحب والقوة. أعزائي الأطفال، هل لنا أن نتعرف على أسمائكم؟ الرفيق الطليع يزن صالح. أهلا بك يا يزن. الرفيق الطليعية دانيا بلوط. أهلا بك دانيا. الرفيقة الطليعية لينا الخطيب. أهلا بك لينا. الرفيقة الطليعية نسيمة شيخة. أهلا بك. لنتابع معا مقطعا من الفيديو لأداء تحية العلم، فلنقف احتراما لهذا العلم. شكرا لكم، تفضلوا. شاهدنا هذا الجندي الذي يقف أمام العلم ليؤدي مراسم تحية العلم، هذا الجندي الذي يحمي سياج الوطن وهو مستعد لأن يقدم دمه ليصون أرضنا ويحمي أبناءنا، فتحية من القلب لهذا البطل. انظروا أعزائي الطلاب إلى هذا الرجل كيف يخرج دلو الماء من البئر. انظروا إلى هذا الرجل كيف يرفع محرك السيارة إلى الأعلى. ترى كيف ارتفع العلم إلى الأعلى؟ هل السر في ذلك هو الحبل؟ هل في ذلك هو الحبل؟ كيف استطاع هذا الرجل أن يرفع محرك السيارة إلى الأعلى؟ هل السر في ذلك هي السلاسل الحديدية أم أن هناك سر آخر؟ برأيكم أصدقائي الطلاب، هل هناك سر وراء رفع العلم أم وراء والسر وراء رفع هذا محرك السيارة إلى الأعلى؟ ترى ما هو السر أعزائي؟ ما هي الآلة التي ساعدت في رفع هذه الأثقال إلى الأعلى؟ ما هي الآلة؟ ما هي الآلة؟ هل تعرفون ما هي الآلة؟ تفضلي يا دانيا. البكر. أحسنت يا دانيا. إذن هناك آلة ساعدت على رفع هذه الأثقال والأوزان من الأسفل إلى الأعلى. برأيكم ما هو درسنا لهذا اليوم؟ تفضل يا يزن. البكر. أحسنت. درسنا أصدقائي الطلاب لهذا اليوم هي البكرة وأنواعها. تعالوا نتعرف سوية على البكرة وأنواعها. انظروا أحبائي إلى هذا الشكل. هذه هي الآلة البسيطة التي ساعدت على رفع الأحمال والأثقال من الأسفل إلى الأعلى. مما تتكون هذه البكرة؟ تتكون هذه البكرة هي آلة بسيطة تتكون من قرص قابل للدوران، مثبت بمحور ويمر حوله ويحيط به مجرى يمر به حبل. إذن البكرة هي آلة بسيطة قابلة للدوران، مثبتة على محور ثابت، تحيط بمحور ثابت، ويدور هذا المحور ويمر حولها مجرى، وهذا المجرى يمر حوله الحبل. إذن ما هي البكرة أعزائي؟ مما تتكون البكرة؟ ما هو تعريفه؟ من يستطيع أن يعرف لي البكرة؟ تفضل يا يزن. البكرة هي آلة بسيطة تتكون من قرص قابل للدوران حول محور وعلى محيطه مجرى يمر فيه حبل. أحسنت يا يزن، تفضل يا دانيا. البكرة هي آلة بسيطة تتكون من قرص قابل للدوران حول محور وعلى محيطه مجرى يمر فيه الحبل. أحسنت. إذن أستنتج أن البكرة هي آلة بسيطة تتكون من قرص قابل للدوران حول محور وعلى محيطه مجرى يمر فيه حبل. ترى لما كشفت هذه البكرة وماذا؟
لما اكتشفت هذه البكرة ومتى؟ أصدقائي الطلاب، اكتشفت البكرة منذ القدم بوجود حضاراتنا القديمة عند البابليين في القرن التاسع قبل الميلاد، وقد اكتشفت هذه لتسهل هذه البكرة لتسهل لنا العمل في رفع الأوزان والأثقال الكبيرة مثل الصقور والأعمدة الخشبية، وكان للبكرة أثر، وكانت البكرة جزءا من حضارة بابل، هذه الحضارة وهي أقدم حضارة وجدت على سطح كوكب الأرض في العراق. نحن نفتخر بحضاراتنا القديمة، أليس كذلك؟ نعم، أحسنتم. ترى هل للبكرة أنواع؟ ما رأيكم أن نتعرف على أنواع البكرة؟ ما رأيكم أن نتعرف على أنواع البكرة؟ للبكرة نوعان اثنان، للبكرة نوعان اثنان، بكرة ذات محور ثابت لا يتحرك مع الثقل، إذن بكرة ذات محور ثابت لا يتحرك مع الثقل، وبكرة متحركة ذات محور حر يتحرك مع الثقل. لنتعرف اليوم، من يقول لي ما هي أنواع البكرات؟ تفضل. محور ثابت، بكرة، بكرة ثابتة، وبكرة متحركة. النوع الأول، تفضلي يا لينا. محور ثابت، بكرة ثابتة، ثابتة ذات محور، ذات محور لا يتحرك مع ذات محور ثابت لا يتحرك مع الثقل. تفضلي، ما هو النوع الثاني؟ بكرة متحركة، بكرة متحركة محور حر يتحرك مع الثقل. أحسنتم. لنتعرف اليوم على البكرة الثابتة. إذن للبكرة نوعان، بكرة ثابتة وبكرة متحركة. تعالوا نتعرف على البكرة الثابتة. هذه هي البكرة. هذه هي البكرة، وهذا هو المحور الذي يدور حوله الحبل. انظروا أعزائي الطلاب، هذه هي البكرة. عندما أريد أن أرفع هذا الثقل، فإن جهد هذا الثقل هي من الأسفل إلى الأعلى بعكس الجاذبية الأرضية. إذن اتجاه هذا الثقل من الأسفل إلى الأعلى، ولكن باستخدام هذه البكرة أستطيع أن أغير اتجاه الثقل، أجعله أفقيا. شاهدوا كيف أستطيع أن أجعله أفقيا، وكيف وأستطيع أن أجعله من الأعلى إلى الأسفل. شاهدوا كيف أستطيع أن أغير الاتجاه من الأعلى إلى الأسفل. أعزائي الطلاب، لدي هنا ثقل يزن 8 نيوتن. هل تعرفون ما هي وحدة القوة؟ تفضل يا يسر. نيوتن. أحسنت، وحدة القوة هي النيوتن. هذا الوزن، انظر إلى هذه البكرة كيف حرك الوزن وساعدتني أن أرتفع بالوزن. انظروا إلى هذا الوزن كيف أنه ارتفع من الأسفل إلى الأعلى، أي أن هذه البكرة غيرت اتجاه القوة. انظروا إلى قوة المطبقة كيف هي إلى الأسفل، وقوة الثقل هي إلى الأعلى، وقوة الثقل إلى الأعلى. إذن هذه البكرة ميزتها أن تغير في اتجاه القوة وتسهل لي تحريك هذا الثقل وتسهيل العمل به ونقله من مكان إلى آخر.
مشكلة يا أصدقائي، هل تعرفون ما هو؟ هذا الثقل ثقل وزنه 80 كيلو. إذا أنا بحاجة إلى أن أبذل قوة، بوزن 8 نيوتن. ترى لماذا؟ لأن هذا الثقل ارتكز على حبل واحد، أي أنني بحاجة أن أبذل قوة بوزن 8 نيوتن، أي أنه يجب أن أبذل قوة بوزن 8 نيوتن. لاحظوا أن هذه البذرة لم توفر لي الجهد، لأن القوة المطبقة أو الجهد المبذول تساوت مع قوة الثقل أو مع قوة المقاومة. إذا أستنتج أحبائي أن هذه البذرة الثابتة سهلت لي العمل، وسهلت لي نقل الجسم وتحريكه، ولكنها لم توفر لي الجهد. لماذا؟ لأن الثقل ارتكز على حبل واحد. لماذا؟ يا دانيا؟ لأن الثقل ارتكز على حبل واحد. أحسنتي. لنطبق هذا على المثال أمامنا. انظروا أصدقائي الطلاب، البكرة هنا ثابتة والبكرة هنا متحركة والمحور ثابت. انظروا إلى القوة، المطبقة لدي تساوي 100 نيوتن، والقوة قوة المقاومة تساوي 100 نيوتن، أي أنني أحتاج إلى لرفع ثقل وزنه 100 نيوتن إلى قوة مبذولة تساوي 100 نيوتن. ماذا أستنتج من البكرة الثابتة؟ أن من البكرة الثابتة؟ تفضل يا يزن، أن البكرة الثابتة ترفع الجسم وتحركه وتغير اتجاه القوة، لكنها لا توفر جهد بل تسهل. تفضل يا مسيمة. البكرات الثابتة ترفع الجسم وتحركه وتغير اتجاهه اتجاه القوة، لكنها لا توفر الجهد بل تسهل العمل. أحسنت. إذا أصدقائي، أن البكرة الثابتة ترفع الجسم وتحركه وتغير اتجاه القوة، لكنها لا توفر الجهد بل تسهل العمل. ما رأيكم أن نعد هذه البكرة الثابتة من الروافع؟ نحن أخذنا في درس سابق ما هي الروافع وما هي أنواعها. هل تعرفون ما أنواع الروافع؟ تفضلي يا لينا، ما أنواع الروافع؟ النوع الأول أيضا يا لينا. النوع الثاني. شكرا لك. أيضا يا يزن. النوع الثاني. أحسن. صنفنا هذه الرافعة الثابتة من النوع الأول. ترى لماذا نصنفها من الروافع من النوع الأول؟ لماذا؟ تفضلي يا لينا. لأن المرتكب يقع بين القوى المطبقة. أحسنتي، شكرا لك. لماذا نصنفها من النوع الأول يا يزن؟ لأن المرتكز يقع بين القوى المطبقة والمقاومة. أحسنتي يا يزن، شكرا لك. إذا تصنف البكرة الثابتة من الروافع ذات النوع الأول، فالمرتكز يقع بين القوى المطبقة والمقاومة. مثل ماذا أحبائي؟ مثل ماذا يا نسيمة؟ مثل المقص. أحسنتي، مثل المقص. نرى أن المرتكز هنا يقع بين القوة المطبقة والمقاومة، إذا صنفنا البكرة الثابتة من أنواع الروافع.
أحبائي، ننتقل إلى النوع الثاني من البقرة، وهي البقرة المتحركة. إن هذه البقرة المتحركة المتحركة. انظروا، هذه هي البقرة، ونرى البقرة أعزائي أنها متعلقة بالثقل. البقرة المتحركة متعلقة بالثقل، أثناء الارتفاع فإنها تكون معه بالأعلى، وأثناء عند نزولها إلى الأسفل تكون معه. إذا البقرة متعلقة بالثقل والثقل متعلق بالبقرة، بالبقرة. إذن أعزائي الطلاب، هذه البقرة سهلت لنا العمل، هذه البقرة سهلت لنا على العمل وساعدتنا على رفع هذا الجسم وتحريكه. ترى هل هذه البقرة توفر لي الجهد؟ هل هذه البقرة توفر لي الجهد؟ ليه؟ نتابع أعزائي كيف إذا كانت هذه البقرة توفر لنا الجهد. عندنا ثقل بوزن 8 نيوتن، إن هذا الثقل 8 نيوتن بحاجة إلى قوة لرفع هذا الوزن. هذا الوزن يكون مقدار القوة أيضا 8 نيوتن، ولكن البكرة المتحركة لها حبلان، وارتكب الثقل هذا الوزن على هذان الحبلان. إذا 8 × 2 هو 4، يعني أنه الثقل توزع على طرفي الحبل. الثقل كيف توزع أصدقائي الطلاب؟ على طرفي الحبل. الثقل توزع على طرفي الحبل. أستنتج، ماذا أستنتج؟ أن هذه البقرة المتحركة وفرت لي الجهد. ماذا وفرت لي هذه البقرة المتحركة؟ وصلت لي الجهد. إذا البقرة المتحركة أحبائي وصلت لي الجهد، وسهلت لنا العمل، وقامت بتحريك ونقل هذا الجسم. انظروا أحبائي إلى هذه البقرة المتحركة. نشاهد أن البقرة متعلقة بالثقل، والثقل متعلق بالبكرة. فإذا كان وزن الثقل لدي هو 100 نيوتن، فإن هذا الثقل توزع على طرفي الحبل، أي أن الثقل هو المبذولة تساوي 50 نيوتن. إذا كان وزن الثقل 100 نيوتن، فإن توزع هذا الثقل، توزع على طرفي الحبل. إذا وفرت لنا هذه البكرة جهدا أكثر من البكرة الثابتة. انظروا أحبائي، هذه هي البكرة. انظروا كيف أن البكرة متعلقة بالثقل، والثقل متعلق بالبكرة. إذا هذه البكرة المتحركة لا تغير اتجاه هذه البكرة، لا تغير اتجاه القوة، بل توفر الجهد. انظر هنا، الثقل عندي يساوي 100 نيوتن، وهذا الثقل موزع على طرفي الحبل. إذا القوة المبذولة لكل طرف من طرفي الحبل هي 50 نيوتن. ماذا أستنتج أحبائي؟ ماذا أستنتج؟ تفضلي يعني، ماذا أستنتج؟ البكرة المتحركة لا تغير من اتجاه القوة. أحسنتي، تقلل من مقدار القوة اللازمة لرفع الجسم
وتوفر الجهد. شكرا لك، شكرا لك. تفضل يا يزن. البكرة المتحركة لا تغير من اتجاه القوة وتقلل من مقدار القوة اللازمة لرفع الجسم وتوفر الجهد. أحسنت يا يزن، تفضل يا نسيمة. البكرات المتحركة لا تغير اتجاه القوة وتقليل من وتقلل من الجهد من مقدار القوة اللازمة لرفع الجسم وتوفر الجهد. أحسنت وتوفر الجهد. أحبائي الطلاب، هناك بكرة دمجنا فيها بكرة ثابتة وبكرة متحركة. بكرة ثابتة وبكرة متحركة، أسمي هذه البكرة البكرة المركبة. هذه البكرة المركبة تسهل لي العمل وترفع الأثقال وتوفر لي الجهد. بكرتان أفضل من بكرة، وحبلين أفضل من حبلين واحد. إذن البكرة المركبة تسهل لي العمل وتوفر لي الجهد، فبكرتان أفضل من بكرة وحبلان أفضل من حبل واحد. انظروا 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 إلى البكرة الثابتة هنا، وهنا البكرة المتحركة المتعلقة بالثقل. انظروا كيف الثقل عندي هنا 100 نيوتن، وكيف توزع الثقل على هذه الحبال ليقل عندنا الوزن. نستعمل أحبائي البكرة المركبة. ماذا ترون في الصورة؟ في أي شيء نستعمل البكرة المركبة؟ المصعد. أحسنت، أستعمل البكرة المركبة في المصعد. أيضا أستعملها في الرافعات الكبيرة لتسهل العمل وتوفر الوقت وتساعد على الحركة. ما رأيكم أصدقائي الطلاب أن أقارن بين البكرة الثابتة والبكرة المتحركة؟ البكرة الثابتة اتجاه القوة المطبقة، أولا أنها تغير اتجاه القوة، لكن البكرة المتحركة لا تغير اتجاه القوة. بالنسبة للجهة، البكرة الثابتة تعمل عكس جهة قوة المقاومة، بينما البكرة المتحركة بنفس الجهة. الجهد المبذول، البكرة الثابتة لا توفر جهدا، أما البكرة المتحركة فهي توفر لنا جهدا. أما الثقل في البكرة الثابتة معلق في طرف الخيط، أما في البكرة المتحركة الثقل معلق بالبكرة ويتحرك معها. ما رأيكم أحبائي أن نذكر نوع البكرة المستخدمة في كل مما يأتي. انظروا، هذا هو ستار النافذة. أي نوع من أنواع البكرات أصنف هذه النافذة؟ تفضلي يا لينا. هذه الستارة ستار النافذة؟ بكرة ثابتة. أحسنتي، بكرة ثابتة. أحسنتي، بكرة ثابتة. انظروا إلى هذه الرافعة التي تحمل الأوزان الكبيرة والضخمة. ماذا أسميه؟ ما البكرة المستخدمة هنا؟ تفضل يا نسيمة. بكرة ثابتة ومتحركة. أحسنتي، بكرة ثابتة ومتحركة. إذا بكرة ثابتة ومتحركة. انظروا، دلو الماء قد ارتفع من البئر. ما نوع البكرة ترى؟ ما نوع البكرة يا دانيا؟ أحسنتي، إنها بكرة ثابتة. أحبائي الطلاب، ما رأيكم أن أوزع عليكم هذا البطاقة وأريد الإجابة عليها بشكل صحيح؟ تفضل يا يزن، تفضل يا دانيا، تفضل يا لينا، تفضل يا نسيمة.
هل انتهيتم أحبائي؟ هل انتهيتم؟ تفضلي يا لينا، اقرأي لنا سؤالك. عدد أنظمة البكرات. أحسنتي، عدد أنظمة البكرات. ما هي أنظمة البكرات؟ النظام الأول ثابت، النظام الثاني متحرك، والثالث مركب. أحسنتي، شكرا لك. تفضل يا يزن، ما كان سؤاله؟ املأ الفراغات بما يناسبها. البكرة الثابتة لا توفر جهد ولكنها تسهل العمل. البكرة المتحركة توفر الجهد وتسهل العمل. شكرا لك، أحسنت. تفضل يا دانيا. إلى أي نوع من الروافع تندرج البكرة الثابتة؟ لأي نوع؟ النوع الأول، المرتكز يقع بين القوى المطبقة والمقاومة. أحسنتي، المرتكز يقع بين القوى المطبقة والمقاومة. شكرا لك. تفضل يا نسيمة. املأ الفراغات بما يناسبه. البكرة آلة بسيطة تتكون من قرص قابل للدوران حول محور، وعلى محيطه مجرى يمر فيه حبل. شكرا لكم، أحسنتي يا نسيمة. الآن أعزائي الطلاب، انتهى درسنا لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بما قدمته لكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.